بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين. نحن اليوم في موعظة الجمعة الطارئة في يوم أغلقت فيه أبواب المساجد طوعا أو كرها في سبيل المحافظة على أرواح وحياة الناس، ونسأل الله تعالى أن يقر الخير والأمن والأمان للبشرية والإنسانية كلها. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، نقول لكم باختصار رسائل ثلاث. أما أولاً، عليكم بالصبر والثبات وعدم الجزع والخوف والهلع، فالله رب العالمين يصيب من خلقه ما يشاء. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر الصبر أيها المسلمون، الصبر الصبر يا بني آدم، يا سكان هذه المعمورة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في زمن الذي عم فيه البلاء، في هذا الزمن الذي عمت فيه الأسقام، يجب أن يكون صبرنا أكثر من أي وقت مضى. فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين إن شاء الله، وخاصة المؤمنين الذين أصابهم الضر وجاءهم هذا البلاء. قال الله عز وجل خاصة لهم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإن أصابتنا ضراء أو سقم والعياذ بالله تعالى، ليس لنا أن نخرج من أفواهنا أو قلوبنا كلاماً يغضب الله عز وجل، بل إنما نقول: والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على ما أصاب البشرية اليوم لمحزونون، ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أولاً. أما الرسالة الثانية، التضرع والدعاء. الله عز وجل، الله تبارك وتعالى لا يريد بالناس الشر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يرسل الله الآيات حتى يتضرع الناس لربهم ويدعو الناس خالقهم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. إن من وراء هذه الأزمة الكبيرة وجوب التضرع والذل والخشية بين يدي الله تبارك وتعالى. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. وقد أمرنا الله في القرآن بدعائه والتضرع والتذلل بين يديه أمرا مباشرا. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وثبت عنه أنه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. وكفانا قول ربنا تبارك وتعالى في محكم القرآن الكريم:
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونحن هنا عبر قناة الأقصى ومن قلب فلسطين نطلق نداء لكل البشرية اليوم، لكل سكان هذه المعمورة، آن الأوان أن يذل الخلق لربهم تبارك وتعالى، آن الأوان أن يذل الخلق بين يدي خالقهم، إنه الله رب العالمين، الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي ملك السماوات والأرض، الله مالك يوم الدين وقيوم السماوات والأرضين. وأما النقطة الثالثة أيها الكرام فهي وجوب استثمار الأوقات في طاعة الله تعالى. تعرفون أيها الإخوة والأخوات أن أعمارنا هي رأس مالنا، ومن قديم قال الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ولأهمية الوقت أقسم الله به في القرآن في أكثر من مرة، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال: والفجر وليال عشر، وقال: والضحى، وقال: والليل، إلى غير ذلك من الآيات التي أقسم الله فيها بأجزاء من النهار أو من الليل، ليخبرنا الله تعالى بعظيم فائدة وأهمية الوقت. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ونحن الآن في جلوس مع أبنائنا وبناتنا طوعاً أو كرهاً في حجر صحي في منازلنا، جدير أن نعود لاستغلال أوقاتنا واغتنام أعمارنا. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن قدمي العبد لن تزول يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها: حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فالوقت الوقت أيها الناس، استغلوا أوقاتكم، اغتنموا أعماركم قبل أن يأتي يوم يندم العبد فيها على لحظة ضاعت من غير فائدة، يقول ساعتها: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما في الختام فإن نوصيكم جميعا أيها المشاهدون والمشاهدات أن تعملوا بالوصايا التي تخرج من دوائر المختصة، سواء في وزارة الداخلية أو الصحة، حفاظا على أرواحكم وحياتكم. فإن الحفاظ على أرواح وحياة الناس أمر جاءت به الشريعة في القرآن والسنة، أمر جاءت به الشريعة في القرآن والسنة. وإنا والله لنسأل الله العظيم أن يجعلنا سبباً في رفع هذا الهم والغم عن البشرية كلها، عن الإنسانية كلها. فالله تعالى وصف رسالة نبيه محمد قائلاً: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نقول من أعماق قلوبنا: اللهم ما كتبت للبشرية والإنسانية من خير فاجعلنا سببا فيه وبارك لهم فيه، وما كتب على البشرية اليوم والإنسانية وسكان هذه الأرض من هم وغم وكرب وبلاء فاجعلنا سببا في صرفه وإذهابه عن الأرض كلها، إنك على كل شيء قدير. نسأل الله تعالى رب العالمين أن يقر الخير والبركة والنور والهداية في الأرض كلها، وأن يصرف الشر والضر عن الأرض كلها، وأن تنعم البشرية بالخير والسلام، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.